الموضوع بالنسبة لجوكر؟ جوكر هو ما شاء الله عليه يعني يعرف يتعامل مع أكثر من شخصيات. ليه والله ما أتوقع يكون غريب ضده يعني. فخلينا نشوف يمكن يؤدي الآن يعني نشوف مهند ممكن يؤدي أداء كويس. والآن نبدأ بالمباراة الأول بين جوكر ومهند. السوق ستيج صغير يا أبو حميد. ستيج عندنا. طبعا ستيج السوق الستيج صغير يعني معناته اي كومبو بسهوله تقدر تروح للجدار. شوف الحين اللعب على الميد سكرين ما حد يبي يرتكب اغلاط ما حد يبي يرتكب ريد الباك وان طبعا من صوب جوكر اللي بقى الحين يحاول يستغل طبعا اغلاط مهند ونايس بانش من جوكر الصراحه وقدر ياخذ الفلوت كذا الجدار وكذا ياخذ الراوند الاول من جوكر ميد اير بيك اب ممتازه صراحه من جوكر عن طريقه قدر يسكر على الراوند اوه يعني على الويب بانش من مهند روعه طبعا الكومبو راح يوديه لغايه الجدار نعم عند لي ولونج من الشخصيات عنده اوكي مره قوي عند الجدار وكان مستمر قاعد يورينا الاوكي طبعا ما في بانش ما في بانش من جوكر قدر ما لحق على البانش شوف الحين مهند قاعد يبطل الرود يحاول يشغل اغلاط حركات هذه من مهند يكمل بيخلص عليه كذا ياخذ الراوند حلوه الراوند الثاني يروح لمهند حلوه من مهند اللي حاليا قاعد يعادل النتيجه مع جوكر في المقابل قاعد نشوف احنا جوكر الحين قاعد يبطل من الرتم قاعد يحاول يصيده قاعد يسوي له كونديشننج ممكن يروح للهاي ممكن يروح للميد عاد اوبتمايزيشن من جوكر عاد جوكر عنده الهيلث ليد هنا يلعب لعب سيف نوعا ما شوف ايش حيصير اوكي نايس لو من جوكر بطل لعب اوكي هذه بانش يا سلام على مهند بطل اللعب نشوف اذا مهند الحين يقدر يستغل عاد ترى شوف الحين ليو لانج يغير ستانسات من نص اللعب فكذا كذا يكون المكسب قوي الصراحه لعيبه ليو لانج عند الجدار اوكي نايس ثرو بريك من جوكر اوه يا سلام هذه باك تو فور وكذا ياخذ الراوند الثالث اداء جدا مبهر الصراحه من مهند اللي حاليا قاعد يحاول انه يسكر على الجوله وياخذ النقطه بالمقابل جوكر مع ريتاليشن جوكر قاعد يودي مهند الجدار يحاول يحافظ عليه بهالبوزيشن وول فيت ستيب الى البانش ممتازه من صوب جوكر وحاليا مهند في ورطه مهند هذه جات كاونتر عند الجدار وكذا ياخذ الراوند الرابع الان نجي لفاينل راوند الجيم الاول صعبة اني وانز جيم والبيك اب ممتاز من صوب جوكر والبلوك ام بانش يا سلام هذه ماينس 16 اون بلوك يرفعها ليولون يرفعها ويودي اولموست الجدار بالمقابل الحين جوكر يحاول يطلع من الوول يا سلام على مهند لكن جات سايد وول ما جات وول سبلات لكن عنده الليد لسه عاد هنا الريج وهذا الحين يستخدم الريج درايف بالمقابل مهند يحاول يطلع الحين من الجدار لكن جوكر ينصاد بالهوب كيك والله صاد بالهوب كيك صاد بالهوب كيك يعني الصراحة يعني كان ريد قوي من مهند انه سوى هوب كيك يعني عند الجدار الله على اداء مهند يا جماعة الخير يلي قاعدين بالستيج سمعونا تحية لمهند على هالاداء الكبير بالمقابل ندري ان جوكر طبعا بحكم انه بطل عالمي اكيد راح تكون عنده ردة فعل ممكن يقلبها الان في الجيم الثاني بس ما ادري ممكن مهند ترى هياتشي نزل هياتشي ما هياتشي. اتوقع او اتوقع الستيج الصغيره انا لاحظت صراحه تاثير الستيج كان واضح على جوكر فعلا اوكي الستيج اكبر شويه اكبر شويه وفيها بالكوني وعندها جدار تنكسر تحت الدور الارضي فتقدر تقول انه الستيج هذا صالح لفينك بس ترى على فكره يعني لي ولونج من الشخصيات يعني ترى تخوف مهما كان الستيج حتى اوف ستيج ترى لي ولونج كويس الان نشوف الجيم الان مع جوكر طبعا كمل سترينج والله ما يخاف بالمقابل شوف الحين جوكر قاعد يحاول يشوف طريقه لعب مهند اللي اتوقع فعلا في ماتش اب ايشيو بالنسبه لجوكر والبيك اروع من مهند قاعد يورينا جيم بلاي روعه دفاع قوي صراحه من مهند يعني قدر يصد اللوات وكذا واخذ يعني سايد ستيب ورفع شوف داكو بانش جوكر الحين في ورطه ما عنده ريج ما عنده ولا ريسورسز بالمقابل مهند ضيع الويف بانش صح جوكر ستب لكن ضيع الويف بانش بالمقابل الحين اللقطه الاولى ممتاز البيك من جوكر وراح يوديه للجدار سوري من مهند وراح يوديه للجدار مو راضي يطلع من الجدار في صعوبه كبيره من جوكر مهند مسيطر على رتم المباراه حذاري من البالكوني يلا خذ لك المكس اب الان من ليو لانج مهند شوف حيقعد يلعب الحين ريلاكس دانس شوف او الحين يستفز جوكر الصراحه واضح عمليه الاستفزاز هذه ما صبر مهند عن بعد نقطه واحده فقط وينزل جوكر باللوزرز بالمواجهه الصعبه على جوكر سهله نسبيا على مهند الا اذا البطل طبعا عنده كلام مختلف تماما
الادابتيشن وحان وقت الادابتيشن يا جوكر. اوه هذه كلها كاونتر هيد ديجي ترى. بس الحين اومس صوب البالكوني، اومس صوب البالكوني، البالكوني برايك انكسر. لا لكن السترينج وداه الجهه الثانيه، لكن هنا الجدار حيكون لصالح جوكر. اوه نايس 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 بانش، حيكون كافي الجدار لجدار. لاست ميكس اب لمهند، لكن حذاري من اللود. جوكر ايش حيسوي؟ جوكر حيحاول. اه هذه بانش، هذه بانش من جوكر يا سلام. الجدار تاكل راح يوديه للجدار، جدار يكسر بس ما حيكون كافي، راح يكون في سيت اب، راح يكون في اوكي. عندي احساس انه يكمل. مهند مهند يا